أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 31/12/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الداو جونز. للناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، خلال الفترة الأمريكية سوف يصدر أرقام ثقة المستهلكين، والمتوقع أن تصدر 128 مقابل 125 ونصف الرقم السابق. لابد من الإشارة إلى أن الأسواق اليوم سوف تغلق مبكرا على الساعة 7 بتوقيت غرينتش بسبب عطلة رأس السنة الميلادية. أما من الناحية التقنية، شاهدنا بالأمس الحركة السلبية على حركة الداو بسبب عمليات جني الأرباح. حاليا يتداول الداو جونز أعلى مستوى 28470، وهو ما يعزز الحركة الإيجابية حاليا لوصول الأسعار إلى مستوى 28560. كسر مستوى 28590 قد يعزز النظرة الإيجابية لعودة الأسعار مجددا إلى أعلى الأسعار عند 28683. فقد كسر مستوى 28442 قد يدفع بمزيد من الهبوط إلى الداو جونز بسبب عمليات جني الأرباح للوصول إلى مستويات 28350. في حال كسر 28320 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 28230. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.